خلينا نوقف مع بعض. عندي وقت وهذا الوقت رح يكون عم نحكي كلمة الرب. ارفع هيك كتابك المقدس وبسرعة رح يكون عم وصلكم شو بدي وصلكم اليوم من خلال روح القدس. هاليلويا آمين. كل واحد مع بعض خلينا نقول هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. تعالى يا روح الله اليوم المس شعبك، غيرنا يا رب، حررنا، افتح عيوننا قلوبنا لكي نعرف الكتب وقوة الله. حط إيدك على كل شاب وعلى كل صبية موجود في هذه القاعة. تمجد أنت سيدي، زيد في وسطنا ونحن ننقص، أنت ارتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد في هذه الكنيسة. كل شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين. من جديد بديك تروح معي إلى إنجيل يوحنا الإصحاح 15. بلشنا سنتنا نتحدث عن هذا المقطع، ومشان هيك مهم جدا أنه نقرأ مرارا وتكرارا وتكرارا حتى لي فعلا أنا وياك نقدر نترسخ بهذه الكلمة اللي موجودة في الكتاب المقدس. إنجيل يوحنا الإصحاح 15 بيقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، وكل غصن فيا لا ينتج ثمرا يقطعه، وكل غصن ينتج ثمرا ينقيه لينتج مزيدا من الثمر. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلمة التي خاطبتكم بها. قول معي أنتم أنقياء، ما هذا عم بقول شيء، قول أنتم أنقياء بسبب الكلمة التي كلمتكم بها. قول أنتم أنقياء بسبب الكلمة التي كلمتكم بها. ومهم اليوم أنه ندرك يا أحبة، لأنه طبعا عم نحكي هي سنة الكرازة، سنة الأحلام والرؤى، وبهذا المقطع طبعا عم يعطينا مفاتيح الحياة ككل، المفاتيح المنطق تبع الحياة ككل، منطق أنا وياك ليش عايشين ككل، وسبب خلينا نقول الجوهري اللي أنا وياك ليش عايشين على هذه الأرض. لأنه سبب الجوهري اللي أنا وياك عايشين فيه على الأرض هي مش أنه ناكل دجاج ونعيش وننام وناكل ونشرب وننام ونلبس وبعدين بينتهي الأمر، بتختير وتموت وبعدين بيخلق غيرك إلى آخره. هذا مش هو السبب اللي بيخليك تكون عايش على وجه الأرض. السبب أنك تعيش على وجه، في أشخاص تعرفوا بيضحكوني طبعا، كمان بعض الأشخاص تعرف بأنه بيعتبر بأنه مثلا الشغل هو الوصول للطموح، هو هدف أنك تحققه بالحياة. طبعا يمكن واحدة من الأهداف أنك تحقق طموحك أو تحقق الأشياء اللي بدك تعملها في هذه الحياة، لكن بالحقيقة الهدف الجوهري اللي من أجله أنت انوجدت، ومثل تنفترض أنا عم بشتري غسالة، عرفتني كيف؟ الهدف تبع هالغسالة شو؟ ليش انصنعت هذه الغسالة؟ هذه الغسالة لما انصنعت إجا معها كتالوج بيقول لك شو بتعمل هالغسالة. هلا هالغسالة فيك تستعملها طاولة إذا بدك، فيك تستعملها إذا بدك شو بعرفني جرن كبة تدق فيها كبة إذا بدك، فيك تستعملها شو بعرفني، فيك تستعملها خزانة لأن في نوع منزوع الغسالة أصلا بيضب فيها أغراض بعد فيها خزانة، فيك تستعملها فيك تستعملها عدة أشياء، بس مش هذا اللي من أجله انعملت هذه الغسالة. عم سمعني؟ مش هذا هو الهدف تبع وجود الغسالة بالبيت. الغسالة بالبيت مش معمولة لتكون طاولة وتحط عليها مزهرية وتاكلوا عليها بالمطبخ. مظبوط ولا؟ هلا أنت فيك تستعملها هيك إذا بدك، بس هي ما انعملت كرمال هيك. عم سمعني؟ وفي كثير أشخاص اليوم عم بيستعملوا حياتهم لأشياء كثيرة، بس أصلاً لما الله خلقك ما خلقك كرمال هيدولة، أنت الله خلقك كرمال أشياء تانية، عرفتني؟ وبقول الكتاب المقدس الله إذ خلقك، لك شو قال؟ قال أنتم تحفة الله. قال له هيك لحدك، قال له أنت تحفة. قال له يا زلمة تحفة أنت، لو مش معقول شو هالتحفة أنت؟ الأشخاص ما بيعرف شو يعني تحفة، يعني أنت ماستر بيس. تعرف شو يعني ماستر بيس؟ يعني ما في منك اثنين. ما عم سمعوني؟
يعني لما واحد بيروح هلا لما تروح على الجاليري وبدك تشتري مثل ما بتعرف واحد بيعمل لك سيارة كاستمايزد يعني معمولة بس لك بيحفروا في منهم هدول اللي معهم كثير مصاري متخيلنا كيفه بيشتروا سيارة وبيحفروا أحرفهم عليها بذهب في منهم بيعملوا هيك شايفين هدول الأغنياء كثير وحتى الشركة بيروح على الشركة بيوصي مثلا طبعا مش راح يروح على شركة كيا يشتري من عندهم يعني مش راح يشتري اي 10 ويحفر عليها احرف انه انت لانه بتعرف لا انا عم بحكي بيروح على هدول الشركات المهمين يعني هيونداي لا بقصد لامبرجيني فيراري هلا انا جاي اليوم شفت مازيراتي واقفه برا بس حمود شو عم تعمل مازيراتي ما شاء الله ومازيراتي هدول السيارات اللي عم نحكي او ماي باخ الاشخاص اللي بيعرفوا من شركه مرسيدس على فكره بتروح على الشركه وعلى فكره هذه السيارات بيضمنوا لك اياها مدى الحياه في واحد شاري سياره كان بيلعب بالحقيقه امير ما بدي اسميه امير من الدول العربيه شاري السياره كلياتها من فضه كل البواب كل شيء فيها فضه السياره وحتى مرصعه بالالماز والذهب الابيض مرصعه السياره انا اقول له شو بدي اسوقها هي وين بدي اسوقها صفها برج حمود انه بيجوا بفكوا عنا هون كلهم بفكوا بيركبوا الماز تيجي تنزل حتى تطلع تلاقيها مثل ما هي بتلاقيها هيكل انت بقى عم فكر انه قديش في اشخاص بتعمل هيك اساس بيشتروا السيارات بس معموله لالهم على فكره حتى المقعد بيعملوا لك اياه لالك بيعمل لك سياره اللي بتقعد عليها بخص كيف ظهرك بيجي ما حدا بيقدر يسوقها غيرك لانه معموله للدوزن ظهرك معموله للدوزن قديش اجرك تدعس المسافات بهالسياره معموله خصوصي بس لالك وحتى بيعملوا لك فيها شو بدك جوا بحطه يعني انت بتوصي وهن بس بيعملوا هالسياره وبيبعثوا لك اياها لعندك بس طبعا ما فيك تقسطها هالسياره هذه معموله ماستر بيس بسموها او مثلا لوحه من هدول اللوحات لاشخاص اللي بتطلع انا وياك مثلا اللي ما بيقدروا الفن انا بتذكر بالزمانات وين ميراي ابنا هاي ميراي ابنا اخذناهم على ايطاليا وبالمدرسه وقعدت مشينا هالتلاميذ بقلب الفاتيكان وكل لوحه بقلب المعرض تبع الفاتيكان على فكره فيه لوحات ماستر بيس عم تحكي لا تقدر بثمن عم تحكي مليارات من الدولارات موجوده بقلب الفاتيكان هذه العاصمه الصغيره تبع دوله الفاتيكان اللي هي كلياتها بالحقيقه هالقد تطلع اصغر من 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 برج حمود وهيك سور صغير هي دوله الفاتيكان العظيم بقلب المتحف تبع الفاتيكان في كله ماستر بيس وواحدة من الماستر بيسز مثلا البانيو اللي كان يتحمى فيه نيرون بيطلع قد الكنيسة هذا البانيو اللي كان يتحمى فيه نيرون كله معمول من رخام شقفة واحدة محفور حفر تخيل هذا نحن نفتكر ان احنا عايشين بالعز تخيل كيف كانوا الاباطرة هذول كيف كانوا عايشين ويحطوا له فيه حليب ويحمموه بالحليب حتى اللي هو طبعا بشرته تضل نام يعني بشرته تكون يعني ما عم تخيل هيك خينا فارس انت بشو بتتحمم فارس بالبنزين هو مزود بينقعوا لفارس يحفوا يطلعوا الشحم اللي بين هاليلويا بتخيل انه هيدول التحف ما في منهم اثنين فيك تعمل كوبي عن كذا وحده بتشتريها بتعرف تشتريها بحيلا محل بتشتريها ب 1000 ليره لكن هي التحفه بحد ذاتها الناس بقول لك ليش لوحه بده يكون حقها مثلا 250 مليون دولار 300 مليون دولار نص مليار دولار في ناس بيدفعوا هالقد حق لوحه طول واحد رسم لوحه ما شو مكلفته كلها ما بتكلف شيء لكن بالحقيقه لانه ماستر بيس لانه ما في منه اثنين في شيء ما في منه اثنين وهذا انت ما في منك حدا تاني ما في حدا بالعالم بيشبهك وعلى هذا الاساس عندي خبرتك بالحقيقه بانه اكتشفوا العلم بانه في ثلاث اشياء مميزه بكل انسان هلا في كثير ناس بتشبهك في يمكن عندك التوم عندك نسخه عنك توم لكن بالحقيقه في ثلاث اشياء فيك اللي هي مميزه اللي ما حدا بيشبهك فيها ابدا هي ثلاث اشياء
اللي اكتشف العلم بانه في اولا البصمه تبع اليد ما حدا بيشبهها، ما حدا بيشبهك فيها، البصمه تبع العين ما حدا بيشبهك فيها، والمشي تبعك ما حدا بيشبهك فيها. وكل انسان عنده مشي خصوصي بيمشي. تخيل في 6 مليارات 7 مليارات نسمة عايشين على وجه الارض اليوم، وفي 6 مليارات ماتوا، يعني في 13 مليار انسان عايشوا من ادم لحديت هلا. بهال 6 او بهال 13 مليار ما في ولا واحد بيمشي مثل الثاني، ما في ولا واحد عنده بصمه مثل الثاني، ما في واحد عنده نظره مثل الثاني. ومشان هيك انت مميز. على فكره الشيء اللي بتشوفه ما حدا غيرك بيشوفه. انت بتعتقد بانه كل الناس عم تشوف انت شو عم تشوف، بس اللي بتشوفه انت بتشوفه بطريقه مختلفه كليا. حتى الالوان بتشوفها بطريقه مختلفه، بتعرف. هلا اكثر شيء انا بيعقدوني البنات، لانه البنات بالنسبه لي غير عن بتعرف بالنسبه للرجال. هلا مرتي انا مثقب انه مرتي جرافيك ديزاينر، يعني شغلتها، بس هن عاده النسوان هيك كلهم. هلا بالنسبه لنا نحن عندنا 7 الوان، هول هن قوس قزح. نحن في احمر، عرفتني، في ازرق، وفي اخضر، وفي اصفر، وفي ابيض، وفي شو كمان، بنفسجي، مش هيك، وهول واسود، هول هن بس هول هن. هدول هن قلت لي مثلا هذا شو لابس، بقول لك كحلي واحمر وابيض. انتراسيد، لا هذا مش اصفر، هذا موتارد. مش نحن اصفر بالنسبه للنسوان، بالنسبه لهم كل شيء. نحن بالنسبه هذا اصفر كله، هذا اخضر، هذا رمادي، هذا لا مش رمادي، هيدا رصاصي على وبتعرف في شيء مليار لون بالنسبه للنسوان، لانه بيشوفوا بغير طريقه بالنسبه لهم، بيلاحظوا ديتيلز عاده هيك. انت بتشوف بغير طريقه غير عن اي حدا تاني، انت بتسلك بغير طريقه عن اي حدا تاني، وانت بتلمس بغير طريقه عن حدا تاني. وهدول ثلاث اشياء اللي الرب خلقك كرمالهم. ما عم تسمعوني؟ ركزوا معي شوي صغير. انا ما عم بعطيك بس معلومات عامه اليوم، انا عم اقول لك بانه غريب انه هدول ثلاث اشياء هن مميزين بكل انسان، وقلت هدول هن ليش انت موجود، حتى لي تترك بصمتك في هذا العالم اللي ما حدا مثلك رح يتركها، لانه انت ماستر بيس، انت تحفه. ما حدا مثلك بيعمل انت شو بتعمل على فكره، وما حدا مثلك بيشوف انت شو بتشوف، وما حدا مثلك بيسلك مثل ما انت بتسلك. وثلاث اشياء اذا بتلاحظوا الحرب عليهم، انت شو عم بتشوف، انت وين بتدق، وانت وين بتروح. وانا اليوم بدي شجعك من كل قلبي احبه بانك تدرك هدف. انت تحفي، ولانك تحفي على خلقت في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. الله خلقك مش لحتى تاكل وتشرب وتنام وتلتاز وتشتغل وبعدين تموت. الله خلقك، الشغل والطموح رائع، في ناس بيفتكروا انه الزواج هو الهدف بالحياه. بتعرف اذا الزواج هو هدف بالحياه، بالحياه بس تتجوز روح موت، لانه خلص ما بقى عندك هدف عيش كرماله. بس تتزوج روح انتحر، خلص فزت، ما بقى في شيء ثاني تعيش، ما حققت الهدف، وصلت للهدف، خلصت الاميره نينتندو، عرفتني، خلصت لعبه، ما بقى في شيء ثاني تعمل. بس بالحقيقه الزواج هو وسيله حتى توصل بعد للهدف، ومفروض يكون وسيله ليوصلك للهدف، والا ما له طعمه حتى. مفروض يكون وسيلة لتحقق دعوة الله في حياتك. ومشان هيك بيقول الكتاب المقدس اثنين خير من واحد. وإذا هذا الموضوع مش موجود، إذا أنت بتفكر الزواج هو من أجل المتعة، شوف قديش بتعرف أوقات بالنسبة لي شيء مدهش إنك تشوف المشاهير كيف بيطلقوا. عن جد شيء مدهش بالنسبة لي، مدهش بأنه تشوف بأنه أجمل نساء العالم مع أجمل رجال في العالم تزوجوا، لكن ما بيضاين زواجهم عادة، بتلاقي كم سنة وتلاقيهم طلع، وبعدين هي صارت مع هيدا وهذا صار مع هيداك وهذا كله، وبيتنقى بيبدلوا. تقول لأنه بالحقيقة إذا هو متعة، المتعة هي بتخلص. تقول إف في واحد مثلا يقدر يطلق ميشيل فايفر أو نيكول كيدمن، توم كروز طلق نيكول كيدمن، تقول إف في واحد يطلق هيك مرة طلقها. نعم طالع شو غبي، لا مش غبي، بالحقيقة خلص ما بقى في شيء عايش، هي انتهى الموضوع. ومشان هيك اذا انت مش فاهم بانه اثنين خير من واحد، وبالحقيقه الزواج هو من اجل اثنين يعيشوا
لأجل هدف مع بعض هو ذاته، ولا يقدر يكون هي معين لكي تساعدك في هذا الهدف. اسمعوني، وعلى هذا الأساس إذا أنت مش مدرك بأنه في هدف أعمق وأقوى من الزواج بالحياة، أنت عم تضيع حياتك. في هدف أقوى وأعمق منك تطلع مصاري، أنت أيضا عم تضيع، لأنه هدول أشخاص كمان من جديد اللي بيطلعوا مصاري كثير، أنت بتقول واو إذا أنا معي هالقد شو رح أعمل وما بعرف شو. بتعرف هدول أشخاص صار معهم أول شيء عملوا، بعدين زهقوا، عملوا واو، عملوا كل اللي أنت بتفكر فيه، راحوا التزوا، صرفوا، سكروا، عربدوا، عيشوا الحياة تبع قلة الأدب، يعني عيشوا كل الأشياء اللي الناس بتفكر بأنه ها هي واو صار عندي فلوس، اشتروا بنيات، اشتروا فيلل، اشتروا بسينات، اشتروا مطارات. في واحد بتيجي الطيارة بتصف، في واحد بيته شفتها كمان على الانترنت، عنده مدرج طيارة بالباك يارد تبعه، يعني بالجنينة ورا بتيجي الطيارة بتصف، بينزل هو دغري من باب الطيارة، دغري بينزل على أوضة النوم تبعه. تقول واحد انت عايش هون ببرج حمود مبسوط؟ تشوف واحد هيك تقول واو اذا انا بصير عندك، بس تعرف شو مش مبسوطين كثير، بالاخر مش عارفين شو بده يعملوا، صاروا مصريات. قام واحد عمل كابينه من ذهب، مش عارف شو بده يعمل. تقول انت خيب مخ، هذا الكلب تبعه، بيت الكلب مرصع بالالماز، بيت الكلب قال ممكن تكلم لي شحيبر يسفرني اي بلد عربي. بيت كلب ليفون، بيت الكلب مرصع بالالماس، لا مش عارفين شو بدهم يعملوا. تقول واو اذا الهدف انه يصير عندك فلوس، خليني اقول لك هدول عندهم فلوس بالحقيقه، في منهم بيموتوا بالسيدة، في منهم بيموتوا بالمخدرات، في منهم بيموتوا بحوادث مدري كيف، بتلاقي حياتهم ما لها معنى، مش عارفين شو بدهم يعملوا بالمصاري. اسمعني، وشيء بالنسبة لنا نحن نقول مش منطق، لا أنا زمان مصاري بعمل هيك. تعرف شو يا أحبة؟ الله يسترك. قال له هيك لحدا، قال له يمكن الله رحمك مش عم بيعطيك مصاري، لأنه أنت بدون مصاري ما عم نقدر نهديك. هلا حط 100 دولار بجيبتك، أنا ما بدي أقول ألف، 100 دولار بجيبتك ما بتكون هون اليوم. كم واحد بيعرف أنا شو عم بحكي؟ وعلى هذا الأساس قال له يا رب اليوم ارحمني سيدي أني أدرك ليش أنا عايش. اسمعني، بإنجيل يوحنا لساعة 15 بقول أنت جيت لكي تثمر، وبإنجيل يوحنا لساعة 15 بقول في ثلاث أشياء رح تخليك تثمر، بالحقيقة ثلاث أشياء معلنة، أنت خلقت لكي تثمر، ولكي تثمر عليك أن تكون جزء من الكرمة، ثابت بالكرمة، ولكي تثمر عليك أن تحب الناس، أن تحب الآخرين. ثلاث أشياء بيعلنون بكل وضوح بأنه هدف الحياة هي أنك تثمر. أنت مش معمول لتكون عقيم، أنت مش معمول لتكون بالحقيقة ما عندك أي إثمار، أنت معمول لكي تثمر. وفي شيء غلط إذا حياتك مش مثمرة، في شيء غلط. وانا اليوم ما عم بحكي ايضا عن حيالله نوع ثمر، لانه بعدين رح تسمعوا بسلسله العظات عم نحكي فيها سنه الكرازه وسنه الرؤى والاحلام، رح تسمعوا بانه هناك ثمر جيد وهناك ثمر عاطل. لا مش اي نوع ثمر، قال فلتكن الشجره جيده فتثمر ثمرا جيدا. ومشان هيك أنا عم أقول لكي تثمر ثمرا جيدا عليك أن تكون بشجرة جيدة. ما عم سمعون. ومشان هيك الأشخاص اللي انقطعوا عن المسيح وراحوا طعموا بشجرة بلوط، راح يثمروا بلوط، وراحوا طعموا بشجر سموم، بشجر فيه وما بعرف شو علاق، راح يثمروا شوك، لأنه طعموا بشجرات مش جيدة. عشان هيك لاحظ لما بتقرأ في الكتاب المقدس الرب وصى، تخيل واحد، أنا كنت أقول يا عمي معقول الرب هيك عم بفكر، إنه كيف بفكر ربنا، إنه شو إنه قال لهم كل الأرض بتفوتوا عليها،
تخيل رب وصى الشعب كل أرض بتفوتوا عليها بتطلعوا مين الشجر المثمر فيه، اوعك تقطعه، فقط الشجر غير مثمر والمشوك هدول بس تقطعهم. قال اوعى تمد ايدك على شجرة مثمرة. تخيل رب عم بيوصي، رب عم بيوصي الناس اوعى تدق بشجرة فيها ثمر، ما تقطعها. واليوم الرابع عم بيقول لك نفس الامر، اذا انت تريد ان تثمر رائع عليك ان تكون بشجره، لكن ليس اي شجره لانه في اثمار كثير، انما اريدك ان تثمر ثمرا جيدا. ولكي تثمر ثمرا جيدا عليك انك تكون متصل بهذه الشجره، بهذه الكرمه. اثبتوا فيا ويثبت كلامي فيكم. ليش كمان قال؟ قال فكل ما تطلبونه، قال اللي بيثمر كل ما يطلبه يناله. انا كنت عم فكر بانه اوف تعني يا رب انت هيك؟ ايه بعني هيك، لانه بعدين رح تفهم شو معناتها رح تطلب كل ما كل شيء تطلبه رح تناله. لانه بالحقيقه الله بكل تاكيد رح يعطيك كل شيء انت بحاجه له لكي تثمر اكثر. لما ببلش ياكل من ثمرك. ما عم تسمعوني. قال كل غصن ينتج ثمر أنقيه لكي ينتج مزيد من الثمر، لأنه الله يبغى ثمرا وكثير من الثمر. مش بس أنه طلع تفاحة واو بعد 10 سنين طلع تفاحة، لا، إذا في عندك شجرة، شجرة تفاح كل 10 سنين بتطعميك تفاحة واحدة، في مشكلة. تقول بس طلعت تفاحة كتر خيرها، منيح عملت تفاحة، ايه بس في شيء غبي غلط، مفروض هذه كل موسم تطلع 20 30 40 50 100 كيلو تفاح. انت معمول لكي تثمر، ومعمول من اجل ان ثمرك يدوم، ومعمول انك تثمر دائما مش بس بعض الاحيان. ولكي تثمر دائما سوف تظل تنقى دائما، لكي تثمر دائما ويكون هناك اثمار أكثر وأكثر وأكثر، وتظل تثمر حتى في أيام الشيخوخة، ورح نقرأ أيضا عن هذا الموضوع، لأنه ما في عمر للإثمار. عم سمعوني يا أحبة؟ رح تضلك تثمر طالما أنت معلق بالكرمة، طالما أنت متحد فيه، طالما أنت ثابت فيه، أنت رح تضلك تثمر. وطالما أنت عيونك على الرب وبتحب الناس رح تضلك تثمر. قل له هيك لحدك، قل له طالما بتحب الله وثابت فيه وطالما بتحب الناس رح تضلك تثمر. اسمعني، مش بس لما بتحب الرب، لما بتحب الناس كمان، لانه كل الوصايا تتلخص بهدول: احب الرب الهك من كل قلبك وفكرك وقوتك وعقلك، واحب قريبك كما تحب نفسك. مش هدول كل الوصايا؟ مش يسوع قال بتلخص كل العهد القديم، قال كل الأنبياء وكل الكتب انكتبت في العهد القديم، فيك تلخصها بهدول الوصيتين. هدول الوصيتين بيلخصوا، ما بدك تقرأ العهد القديم، راهول العهد القديم هن هدول: حب الرب إلهك من كل قلبك وقوتك، قوتك وفكرك، تحبه بفكرك. لأنه هلأ بعد عندي 3 دقايق وبسرعة رح لكم شو الاشياء اللي بتعملها حتى تكون عم بتحب الرب بهالثلاث دقائق. اول شيء قلت لك خرافات انك تقعد مع الرب، انك تقول الساعه 6 الصبح رح اقوم تقعد مع الرب. فيك تقعد مع الرب اي وقت، مهم تكون واعي، لانه مش هو بده يقعد وانت تنام. يعني الرب مش رح اول ما يقعد معك رح يقول لك عرفتني انت مرتاح بمحضر، يعني بكون واعي، عرفتني. وقلت لها خرافة تانية هي انه بدي اقعد مع الرب اقل له ساعة. بالحقيقة فيك تقعد مع الرب اكثر من ساعة، فيك تقعد مع الرب اقل من ساعة. وخرافة ثالثة هي انه كل يوم بدي يكون عندي خلوة يومية. كمان هي خرافة، مش كل يوم بيكون عندك خلوة يومية. كل يوم تقرأ من البايبل بس مش كل يوم عندك خلوة يومية. كل يوم تقرأ من كلمته بس مش كل يوم تختلفي، لانه خرافة. اللي بيقول لك هيك قل له في شيء مش مزبوط، اكيد بيجي نهار بتقطع انت، اكيد مش معقول. مش معقول كل يوم تقعد معه، مش معقول كل يوم كل يوم تقعد معه، لانه مش معقول. هاي خرافه. هلا اذا انت بتعملها كل يوم هاليلويا، بس ما تقول كل الناس هيك، لانه مش مزبوط انه هيك هي، ومش مزبوط انه هي طبيعي هيك، لانه عادي حلو الرب يباركك اذا انت عم تعملها، بس بالحقيقه
واحد بيقعد مع الرب مرتين ثلاث مرات بالجمعة، أوقات مرة أوقات مرتين بالجمعة، لكن بيقعد مع الرب بالجمعة. وهذه القعدة مع الرب، أوقات في ناس تقعد مرة بالشهر بس تعرف كافية كمان بتكون. إنما كل يوم بتقرأ بالبايبل، ما حدا ينسى، أنا ما بقول إنه لا، كل يوم عم بقرأ من كلمته، بس أقعد معه قعدة، هاي خير. اسمعني، خرافة الرابعة، أنا وأنت لا ندخل إلى محضر الرب بليستة صلاة بطلبات، هاي خرافة. هاي بالحقيقة أنت ما عم تقعد معه، أنت بالحقيقة رايح تتشفع، أنت رايح تعمل صلاة شفعية. هاي مطلوبة إنك تصلي لأشياء، لكن بالحقيقة إذا هو ما قادك تصلي لهدول الأشياء، هذه ما اسمها خلوة يومية. اسمعني، هاي اسمها قعدة صلاة. أنا عبقصد تقعد مع الرب يعني تقعد تسمعه ويسمعك، تحكي شو هو بده يقلك وتسمع هو شو بدك شو بده يقلك. اسمعني، خرافة الأخيرة كمان إنك تقعد بمحضر الرب، قلت لك الخرافة هي إنك تعتقد بأنه منظر القعدة تبع الرب رح يكون منظر دائما قعدة مع الرب، رح يكون فيها وقفة شعر بدن، رح يصير فيها شي زلزال، رح تشوف قوس قزح، رح تفتح الأرض ويطلع لك شيء، رح يظهر لك ملك. في ناس هيك بتعتقد بأنه لما بقعد مع الرب رح يوقف شعر بدني، رح إيدي يسخنوا، رح يصير معي لمسة يعني بروح لدس، ولا هي واو قعدت مع الرب. إذا بصير معك هيك يمكن مرة منيح، بس مش هي كمان القعدة مع الرب. مش كل مرة تشوف واحد قاعد مع الرب تلاقيه شو بك كنت قاعد مع الرب يعني مكرز مدري ايش صاير. لا، هي لمسة بيلمسك فيها الرب. وين؟ الو، انتوا هون ايه ولا لا؟ لانه الاشخاص اللي بيفكروا بهذا الاسلوب مشان هيك ما بتقعد مع الرب، تقول لانه انا ما عم بصير شيء معي او لك في شيء غلط. لا، القعده مع الرب مش انا عم حاول اقول لك اياهم هدول، مش تقول لك انه هو الغلط، اعمل لك هو الصح، بس بالحقيقه عم بقول لك الحقيقه انه هو ما بصيروا دائما، هو مش هيك بتصير القصه. عم بقول لك اليوم كاسيس، كخادم للمسيح، كشخص صار له 34 سنه ماشي مع الرب، بالحقيقه ما بنختلي معه كل يوم، وبالحقيقه ما بصير كل يوم ساعه، وبالحقيقه منكرز لما بنقعد معه على طول وبننال نمسه، وبالحقيقه ما بنحمل ليستة صلاه، وبالحقيقه ما بنقعد الساعه 6 الصبح. هلا اذا بتعملها شي مره منيحه، بس انا عم بقول لك الحقيقه. حدا موافق معي؟ كم واحد مؤمن من القدام بيقول لي مزبوط صح معك قسيس، عم تقول مزبوط صح. طيب رح اقول لك هلا شو الحقيقه. الحقيقه تبع الخلوه انك تنقي نهار، اسمعني، اللي بتوعى فيه، اسمعني، بتعرف انه رح تقعد اليوم مع الرب، اسمعني، وتنقي الوقت المناسب اللي بتسكت فيه كل شيء، تليفونات، جيران، زوي ام زوي تسكت فيه كل شيء وتكون مقرر تقعد معه. اسمعني، طيب الحقيقه الثانيه هي هاي، لما بتقعد معه اول شيء عليك انك تعمله انك تفوت بالترنيمه اللي اصلا وعيت فيها لعنده، انك تسكت ذهنك، لانك راح تفوت بمليون تشويش ومليون فكره ومليون راي، مليون انسان حكيك ومليون شغله سمعها وكل الاخبار وكل، لكن سكت كل هيدول وتبلش ترنم الترنيمه اللي بقلبك، وتكون بمحل ما حدا يقدر يفوت عليك ويعترضك. على فكره اللي بيقعد خلوي مع الرب ما بيقعد خلوي مع الرب بين الناس، يعني قاعد انت الناس كلها حول منك فاتت طالعه وانت قاعد عم تصلي، لا، خلوي مع الرب بالنسبه لي انا هي ما اسمها خلوه، يمكن تقرا بالبايبل الناس فاتت طالعه. اسمعني، لكن نقي محل تكون فيه عن جد مع الرب. انا وقت بالله زي ما بالله انا فاتت طالع اقعد مع، انا بطالع حاسس بدي اطلع بدي اقعد مع الرب، عندي شيء بدي اسمعه منه، وبدي اقول لك اليوم لا بلش رنم الترنيمه اللي بقلبك. وبتعرف احلى طريقه لتسكت ذهنك، وانا اليوم كمان عم ساعدك، يرنم بالروح القدس. رنم بالروح القدس، قال لما بترنم بالروح ذهنك بيكون شو؟ عاطل عن العمل. مشان هيك ليس هذا رائع؟ لما بترنم بالروح ذهنك بيكون عقيم، مشان هيك بلش رنم بالروح. ما بترنم شو في براسك، كان ترنم بألسنة شو في بقلبك. طيب رح أقول لك شيء، ثالث أمر يا أحبة فيك تعمله
ولضيق الوقت رح لك يوم بسرعة، هي انك بالبداية اسمعني حتى لي تعرف كيف تدخل الى محضر وانت مرتاح. اسمعوني يا احبة، صلي ذهنك. رح لك شو يعني صلي ذهنك؟ قلت لك سكت ذهنك اول شيء، اثنين رنم الترنيمة اللي بقلبك اللي وعيت فيها، ثلاثة صلي ذهنك. رح لك شو معناتها. لك شو قال برسالة بطرس، رسالة بطرس الإصحاح الخامس، طبعا آيات شهيرة بس بديك تشوفها. أي سبعة بقول واطرحوا عليه ثقل همومكم كلها لأنه هو يعتني بكم. قول معي اطرحوا عليه، ما حدا بقول قول اطرحوا عليه ثقل همومكم كلها لأنه هو يعتني بكم. تعرف أنت ما رح تقدر تختلف فيه قبل ما تكب كل همومك عنده. قلت لك نهار الجمعة وقلت لك الأسبوع الماضي بأنه أنت بالحقيقة مش معمول لتحمل ولا شيء. الخروف مش معمول ليكون حامل شيء. الخروف ما بيقدر يحمل ولا شيء. قلت لك الخروف ما بيقدر يكون ضال، الخروف ما بيقدر يكون بري، والخروف ما بيقدر يحمل ولا شيء. ومشان هيك لما بدك تفوت على محضر وفي اشياء شغلتك، طيب شو بدي اعمل؟ ما انا عندي هيك وهذه المشكله هيك. كب عليه تقدر تسمعه، قل له اياهم كلهم. انا ما بقول لك ليست صلاه، هذا بدي تعرف شو ليست الصلاه. ليست الصلاه عاده، مشان هيك انا اذا في شيء ضده بالحياه المسيحيين واحد يعمل ليست الصلاه. لا 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 فرق. هلا رح لك شو هي ليست الصلاه الحقيقيه. ليست الصلاة يعني بتعرف شو؟ يعني عم تقترح للرب الحلول. هي ليست الصلاة. ليست الصلاة في مشاكل، في تحديات عندك إياها وأنت بتعرف شو الحل. وبالنسبة لك هذا هو الحل، وإذا الرب قال لك غير هذا الحل أنت ما رح تاخده لأنه أنت هذا هو الحل تبعك. هي ليست الصلاة. شو ليست الصلاة؟ الحل الوحيد يا رب مرسيدس، ما تقلي كيا ما بيمشي لها. مرسيدس بدي اياها تكون هذا اللون. الحل الوحيد بيت، الحل الوحيد هذه البنت انه تجوزني، الحل الوحيد هو انه بالشغل فجاه تصير انا المدير العام. طبعا هذا هو الحل الوحيد. الحل الوحيد اني اربح اللوتو بكره، وغير هيك ما تحكي معي. يعني ما تحكي اذا ما بربح بكره اللوتو هيك حاملين ليست الصلاة. يا رب يا رب بليز، يا رب ساعدني، يا رب وفقني، يا رب اعطيني، يا رب احتياجاتنا. اسمعني، احتياجات حقيقية. انا ما عم بقلل من قيمة هذه الاحتياجات. احتياجاتك هي حقيقية، وكلياتنا عنا احتياجات ان كانت مادية او ان كانت احتياجات نفسية وجسدية. اسمعني، او عاطفية. لما بقصد نفسية عم بقصد عاطفية او انسانية. لكن اسمعني شو بدي لك يا أحبة، لما بتفوت لعند الرب مش فايت باقتراح حلول، لأنه إبراهيم فايت باقتراح حلول، ما سمع صوته، طلع نفذ هو شو فيه شايف. سارة قالت له خود هاجر. يا عمي عراس لساني كانت له، كانت عراس لساني، يعني كأنك عم تحكي الشيء اللي بقلبي له. مش معقول هذا الرب عم يحكي من خلالك. احنا مننبسط لما واحد بيقلنا شو حابين نحن نسمع، مش شو الرابع بيقلنا. شو بكم حدا عم تسمع علي اليوم؟ ننبسط من كان نقول هذا ممسوح، ممسوح لانه قال لي انا شو حابب اسمع. لك شو قال كتاب مقدس يا احبه؟ قال يسخرون انبياء يقولون لهم ما يريدون ان يسمعوا. بقول بالعهد القديم مش شو الله عم يحكي فعلا. كان في نبي اسمه ميخا، قال كانوا يكرهوه بالشعب لانه قال كان يجي يحكي الحقيقه. قال بدك اقول لك مثل ما بيقولوا لك كل الانبياء؟ قال لك برافو عليك، هللويا، روح معك. او بقول لك توب بالحياه اللي عم تعمله غلط ورح فوتك على الحيط. الناس ما بيحبوا يسمعوا هاي الثانيه، لانه شو هذا اسيس ضل بهدلنا، شو هذا الفلان بقى يحكي مع هذا، ولا مره شجعني وانا بغني. شو خاص؟ لا لا لا، انك تسمع شو الرب بده يقول لك، مش اقتراح الحلول. اسمعني، ومشان هيك فايت وانت حامل هموم، القي كل همك
عليه. شو هو هذا الهم اللي حامله؟ تقدر تسمعه وتكون عند جد بمحضر وتطلع إنسان مرتاح. لأنه بتعرف إذا إنسان يابس، جاف، تعبان، ما بيطلع منك إلا أشياء عاطلة، ما بيطلع منك إلا أشياء مدمرة، سباب، قهر، سم، تشويش، مرارة، حقد، كره، خطية إلى آخره. أعرف أنك أنت ما عدت معه بعد، حتى لو كل يوم تقرأ بالبايبل، تسمعني؟ حتى لو تحضر كل اجتماعات الصلاة، لما بتقعد معه، اسمعني، اللافت بأنه لما بتقعد معه رح تطلع غير إنسان كليا، رح بيبين أنك كنت قاعد معه. فجأة الشيء اللي كان عم بيقول لك ياهم الأسيس ما بقى يعيني يقول لك ياهم، صرت جاهز أنك تسمعهم، لأنه رح بيقول لك ياهم هو، اسمعني؟ لكن رح تقول له يا رب أنا كبيت كل شيء عندك، رح تطلع إنسان خفيف، مرتاح. اسمعني، في شيئين بيرجعوا عادة لما بتقعد عند الرب، بيرجع الفرح وبيرجع السلام. لما بتقعد مع الرب بيرجع الفرح وبيرجع السلام. إذا هدول مفقودين يعني صار لك زمان منقطع عنه، اسمعني، إجا الوقت أنك ترجع تفوت لمحضر. وبعد عندي وحدة بخبركم إياها بعدين، خلينا نروح مع بعض. لك كل المجد يا رب. ارفع ايدك امام الرب. سامحوني تاخرت عليكم لكن مهم اللي عم نحكيه. ارفع ايدك امام الرب، قل له سيدي اليوم بدي اتعلم يا رب اني سكت ذهني، بدي اتعلم يا رب اني رنم شو في بقلبي، لكن اليوم بدي شجعك، بدي شجعك انه ما تنقطع عن كلمه الرب. كل يوم اقرا بالكلمه لانه الكلمه رح تحكي معك، وقت الكلمة تدعيك إلى مكان خلاء. الكلمة رح تقول لك فوت هلا إلى محضر الرب، أنت بحاجة صرت أنك تروح تقعد معه تختلي فيه. اختي إذا أنت ما عندك وقت، لاقي وقت، لاقي وقت تختلي بالرب. أنا ما كنت بعرف شو معناتها بالحقيقة أم وست بيت وكل هدول القصص للوقت اللي تزوجت وشفت مرتي. بعرف قديش بتتعبوا بالنهار، قديش بتشتغلوا، قديش بتركضوا ورا أولادكم. بعرف إنه مش سهلة تجوا بآخر النهار تعبانين ومكسرين بك تناموا، وبداية النهار بك توعوا معهم وتناموا معهم وتهتموا فيهم، لكن لاقي وقت. انت يا شاب اللي بتوع الصبح بتروح على شغلك تعبان اساسا، تكون سهران قبل بنهار، قل له يا رب مهم ان يكون معك كمان. ليه وقت؟ ليه وقت اقله مره بالاسبوع؟ ما عم بقول لك كثير، كل يوم اقرا بالكلمه. ما بياخذ منك وقت تقرا بالكلمه، نحن عاطينك طريقه كيف تقرا كل يوم بالكلمه. كل يوم اقرا بالكلمه، اليوم بس توصل على الشغل ما رح يزعل المدير اذا كل يوم تاخذ 10 دقائق قبل ما تعمل اي شيء تشرب فنجان قهوه تقرا بالكلمه، تقرا جريده اقرا الكلمه. انا هيك بعمل الصبح، بقرا الكلمه قبل ما اعمل اي شيء ثاني، برجع بعدين بقرا الجريده. يعني اول شيء بقرا الكلمه. اذا ما لحقت بفرصه الظهر اقرا الكلمه. بس يمكن اوقات الرب يقول لك تعال هلا الى موضع خلاء، قرر انك قبل ما تروح على البيت او بس تروح على البيت تستأذن عائلتك، تقول لهم انا بحاجه نقعد مع الرب شوي. فتعرف ترعى بيتك، انت بحاجه انك تقعد مع الرب خيي، لانه ان لم يبني رب البيت عبثا يتعب البناؤون. مش رح تعرف ترعى عائلتك، ما رح تكون زوج صالح ولا رح تكون بي صالح، ولا رح تعرف ترعى بيتك بشكل جيد إذا ما بتقعد معه. أنت يا شاب الأعزب، أنت ما في شيء قدامك ولا وراك، إذا حامل هموم اليوم كب عليه، اقعد معه. أنت أختي اليوم ما تقعد تصرفي وقتك بأنه كيف بدي يكون
عم بنفق. صرفي وقتك بأنك تخدم الرب وتقعدي معه بهذا الوقت. تقولي أنا كمان بس أرجع اللي بالبيت ما عندي محل، ما عندي غرفة، ما عندي مخدع. مخدع يعني مكان سري لإلك، ما حدا بشوفك فيه، قال بس أبوك السماوي بشوفك فيه. لاقي هيك محل، نزال على السيارة، إذا ما عندك سيارة لاقي محل بالحي تحت الدرج بالبناية، إذا ما في تحت الدرج مشي، روح مشي بمحل، عود فيه على شي بنك، شي رصيف من هالأرصفة الموجودة المكسرة يعني، بس إنه عدلك على شي رصيف، زال على المنارة، عود على الرصيف هناك وعود معه وتأمل البحر، رح تسمع صوته. أنا بنصحك، مش كل يوم عم نقول رح تعمل هيك، بس أقلو مرة مرتين بالجمعة، يمكن ياخدك خمس دقايق، يمكن ياخدك ربع ساعة، يمكن ياخدك ساعة، يمكن تقعد ساعتين، يمكن تقعد ثلاث ساعات، خاصة صار لك زمان مش قاعد، يمكن رح تقعد ثلاث ساعات. رنم اللي بقلبك، القي كل همك عليه. انت كبيت همومك، لقيت عندك مشاكل، صرت كبه على فلان وفليتين، تحبل تزت هيدي هون وتحاول حدا يعالج هذا الامر، وحدا يساعدك هون وحدا يساعدك هونيك، لكن اليوم تعال كبع على يسوع. ارفع يديك قل له يا رب ساعدني سيدي ان اثبت فيك لكي اثمر ثمرا يليق بالتوبه، ثمر يليق، ثمر جيد. هللويا 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 هللويا. نعم 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 نعم. شكرا لك سيدي، شكرا لك سيدي، شكرا لك سيدي، شكرا لك يا قدوس. كل يد مرتفعة لثواني قبل ما انهي الاجتماع، قولي إني في هذا الأسبوع بدي بلش، هذا الأسبوع رح بلش. إذا بعد أنت ما عندك قراءات يومية من الكلمة، بلش هذا الأسبوع، تكون هاي السنة مختلفة. نعم 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 نعم. مبارك أنت يا قدوس، مبارك أنت يا قدوس، مبارك أنت يا قدوس، مبارك أنت يا قدوس. هللويا 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 هللويا. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. يكللك بالرحمة والرأفة. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في بطنك.
بمجدي فيتجدد مثل النسر شبابك الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك الشخص اللي حدك مع بعض تسم له قل له يسوع طيب يحبك قل له هذه الجمعة ناطرك هو قل له هيك قل له هذا الأسبوع ناطرك الرب تقعد معه في منكم صار له زمان مع الرب هذا الأسبوع ناطرك صار له زمان ورح تطلع من هونيك غير إنسان جاهز لكل عمل صالح وللإثمار هاللويا سيدي حط إيدك على كل شاب على كل صبية تعال أنت يا رب جهزنا لكل عمل صالح بخدمتنا بالبيوت وين ما منروح شو ما منعمل نكون مثمرين جدا وثمرنا جيد باسم يسوع المسيح هللويا 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 نعمة ربنا يسوع محبة الآب شركة روح قدس تكون معي ومعك راني عود الرب بسحاب المجد رب يريكم كون معكم استماعنا انتهى أراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم ما تنسوا الليلة المساء 7:30